ويلكم تو ماي شانل. كيفكم حبيباتي؟ شو اخباركم؟ معكم ميتا عبد الجليل. اذا عم تشوف قناتي لاول مره بليز سبسكرايب. اكيد لكل الصبايا اللي ما بيعرفوا حلقات ميتا ترايز، هي حلقات بعملها كل يوم اربعة بجرب منتج، والمنتجات دائما بتكون من اقتراحاتكم. لهيك اذا عندكم اي منتج حابين ان انا اجربه اكتبوا لي يا تحت بالكومنتس. وباخر كل شهر بقوم بالسحب على الجائزه اللي هي كل المنتجات اللي جربتها في حلقات ميتا ترايز، والجائزه مفتوحه لكل دول العالم. شروط المسابقه كتير سهله، كل اللي عليكم تعملوه هو انكم تكونوا مشتركين بقناتي باليوتيوب، مشتركين بحسابي بالانستغرام، كمان تعملوا كومنت ومنشن لوحده من رفقاتكم تحت البوست الخاص بالمسابقه اللي هو هيدا البوست. وهلا رح اعمل معكم ريفيو عن منتج كتير طلبتوا مني. هلا من اكثر المنتجات اللي طلبتوها مني للعناية بالشعر هو منتج موريمو اللي عملته الاسبوع الماضي، وقلت لكم رح اعمل كمان عن المنتج اللي طلبتوه الثاني اللي هو الاولابلكس لحتى نشوف الفرق بالنتيجة بين الاثنين. واليوم رح اعمل لكم هيدا الريفيو اعطيكم رأي. اليوم صبايا الريفيو تبعنا عن الاولابلكس بيجي هيك، هو في منه ارقام نمبر 1 2، وهيدا نمبر 3 اللي هو خاص بعلاج الشعر، بيجي 100 ملي اوكي، وهيدا هو القياس تبعه. مثل ما شايفين الانستراكشن تبع الاستخدام كلياتها مذكوره بالتفصيل هون. مثل ما شايفين هون طريقه الاستخدام موضحه بالتفصيل، نستخدمه من مره لثلاث مرات بالاسبوع اذا كان الشعر كتير متضرر، اما اذا كان بدنا نستخدمه للعنايه الاسبوعيه فبنستخدمه مره واحده. بيستخدم على شعر مبلول ومنشف، يعني ما يكون عم ينزل المية، عرفتوا، يكون هيك مرطب مثل شعري اليوم. ومن بعدها نحط كمية وافرة منه على الشعر من فروة الراس للأطراف، ونخليه لمدة تتراوح من 10 دقائق للمدة اللي بدكم إياها، يعني فينا نخليه مدة أطول على الشعر ما في مشكلة. ومن بعدها نشطف الشعر ونحمم الشعر بالطريقة التقليدية بالشامبو والكونديشنر. هيدا هو، وحكي لكم إذا حابين إن أنتوا تعرفوا معلومات أكتر زوروا الموقع olablacks.com. بس تفتحوا الأولابلكس صبايا رح تلاقوا إنه هون في عنا ورقة لازم نشيلها قبل ما نستخدمه. من بعدها رح ناخد الكمية الكافية للشعر، مش لازم نحط كمية كبيرة، انا هكتفي بهيدي الكمية، يعني هيدي العبوة ممكن تكفيني الاربع مرات استخدام. وهلا بنات رح احط الماسك على شعري وخليه لمدة نص ساعة ورح حممه وارجع لقلكم. الموقع اللي اشتريت منه الاولابلكس رح تلاقوه تحت موجود ومكتوب بخانة المعلومات. رجعت لكم صبايا، وهلا بعد ما حممت شعري literally بعد ما حممت شعري، تعرفوا كيف لما بتمرقوا ايدكم على شيء كتير 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 ناعم؟ هيدا هو الاحساس اللي انا حسيته وانا عم حمم شعري. سو مقارنة بالاحساس اللي انا حسيت مع موريمو، لا، اولابلكس بينعم الشعر اكتر وبيرطب الشعر اكتر. هلا رح فك شعري واسشوره وارجع لافرجيكم النتيجه وقلكم كيف الشعر عم يمشي وقت ما انا بسشور الشعر، لانه بتعرفوا الشعر المتضرر وقت ما تسشوروه بيعلق في الفرشه. فهلا رح اشوف هيدا الشيء وارجع اعطيكم رايي. تذكروا صبايا لما قلت لكم انه وقت ما حطيت ايدي على شعري وانا مغسل شعري حسيت انه شعري كتير كتير ناعم اكتر من موريمو؟ بس للامانه لما استشورت شعري الفرشه وقت ما استخدمت موريمو كانت بتمشي بسلاسه، يعني شعري كان رطب اكتر من استخدام اولابلكس مع اني خليته على شعري لمده نص ساعه. سو الاثنين حلوين، بس موريمو اقوى للشعر الثالث، احسن وافضل من حيث ترطيب الشعر. لكن بكل الاحوال الاثنين راح يوصلوكم ضمن جوائز شهر 6. سو بتمنى صبايا هيدا الفيديو عجبكم، ما تتركوا الفيديو من دون ما تعملوا لايك. اكيد شروط المسابقه كثير سهله، لازم تكونوا من الاشخاص اللي مشتركين وسبسكرايب لقناتي باليوتيوب، لازم تروحوا لحسابي بالانستغرام الاكونت تبع ميتا اندرسكور عبد الجليل، تعملوا اشتراك كمان بحسابي وتعملوا كومنت، تكتبوا اي تعليق تحت البوست الخاص بالمسابقه،
وتعملوا آت أي حدا برفقاتكم، هيك بتكونوا تخولتوا للحصول على الجائزة اللي هي كل المنتجات اللي رح أجربها لهيدا الشهر واللي مذكورة بالبوست، وأكيد كلها منتجات على أوتي بوكاهانتس، يعني كتير 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 حلوة، والجائزة مفتوحة لكل دول العالم. سو وصلت معكم لنهاية هيدا الفيديو حبيباتي، أنا كتير بحبكم وبشوفكم يوم السبت فيديو جديد.